هالشيء هذا. عندنا بالحارة ماتت امبارح عجوز بالكورونا، منتشر بين العالم، لازم العالم ينضبطون على هالمرض عشان يسلمون من هالوباء. مظبوط ولا خطا؟ يا الحذر يسكر ما يسكر مو مصلحه، ما كان لازم عامل اشتغلت شريت ما اشتغلت ظل جوعان. اليوم سطل اللبن البقر 3000، اليوم جينا ناخذ سطل بدهم 4000، الغنم 2000 ورقه، خذيه سطلي وراجع على البيت. ما بي نروح نبوق ننشل.